راه زين عاد بنادم من عقلتنا من شرابنا من كل شيء من كسوتنا من خليطاتنا من كل شيء عاد السيده ارتاح حبه غير ارتاح غير ارتاح لاباس لاباس غير ارتاح الحمد لله الحمد لله الله يبارك الله الله يعطيك صحيحتك والحمد لله الحمد لله نحمد سيدي ربي الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال با الحمد لله على كل حال والو مسمعش لا والو والو مسكينه يعقل يعقل خطره خطره يعرفك غير انت صافي مسكينه انت صافي ردي عليها وردي علينا با ردي علينا لا ردي علي مسكين ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار على بركه الله مشاهدي قناه شوف تي في اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء من قلب بيت هذا الكوبل المسنين اللي مثال الوفاء والاخلاص والزمن الجميل قليل فين بقينا نلقاو بحال هاد الناس كيذكرونا بامهاتنا وبالناس القدام الله يطرح لنا فيهم البركه وما يطول في عمركم بنتي ويخلي لكم ولا دارك اليوم جينا عندهم لانهم كيتعرضوا لواحد الاعتداء للاسف الشديد انا صراحه اخجل انني نقول اعتداء لان من المخجل ومن المؤسف اننا نشوفوا بحال هاد الناس ونلقاو شي واحد كيتكرفص عليهم ويقولوا لك ما عندنا حد عندنا الله سبحانه وتعالى وعندنا المغاربه اللي غادي يقدروا يأزرونا ويساندونا حيت هاد الناس حشومه تهز فيهم حتى العين هاد الناس حشومه تقول فيهم تقول لهم تحركوا غير شويه حشومه تقولها لهم اذا مشاهدي قناه شوف تي في خليكم معنا نتعرفوا على المشكل ديال هاد الميمه وديال هاد الوالد هذا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هاد السيد متعدي علينا بزاف طغى علينا صغرو حنايا ناس مسنين ما قديناش عليه ما عندنا لا جيب لا صحه هو عنده صحته وعنده جيب انا ما عندي جيب ما عندي صحه عندي لا اله الا الله عندي الله تبارك وتعالى وشد به هادشي اللي كنقول انا على هاد السيد هاد السيد تعدى عليا بزاف بيض عندي في سطيحي بغيت انا نترزق منه منعني منه منعني من السطح السطح ديالي فيها مانت بغيت عنكري بغيت عنكري ونعود ناكل به ما الدريه راني قرحت كثرت عليها بزاف هاد البنيه ما هي وليداتها ما هي ليا دابا انا منعني منهم مال هو باش من السفاي منعك ما بغى بصحته منعني بصحته ومرضو من هنا دهنا دو يزدو عليا مواسي شكون هو واش من الصيفه اللي عنده اللي منعك انت شكون هو موضار لا ماهوش موضار باني علينا وحده اخرى تاهي راه ريب لي هذاك البنيات اللي بنات وتعدى عليها تاهي وصوتها هي وبنتها وصيفتها. دابا هذا السيف هذا شركه. شركه انا وياه وهذا مرا بنات لينا. اييه. حنا شركه انا وياه. جدتو معايا خرجتو معايا من الكريم وجدتو. اييه. حنديرو لنا جوج فيه هو يستافد ونستافد قلت انا دري صغير زعما بعقلو وداك الشيء نجيبو حنا ناس كبار نديرو بحال ولدنا. وساعة وتعدى علينا بزاف فاتنا. ما قصرش علينا تعدى علينا تعدى علينا. حيد لي البارابور من فوق السطاح وبناه بيت تاع دروج بيت تاع دروج بناه ودابا تقلينا على الدار تقلينا على الدار دابا بنا لينا جوج بنيات فوق الدار بلا حديد بلا والو بني اشواعي ديال كاريان يعني تقدر تريب عليكم في اي لحظه في اي لحظه تقدر تريب علينا بنيتي في اي لحظه تريب علينا واش هو انت اللي كيتهدد عليكم ايه كيتهدد عليا هو مرتو ولاد راه هي مسعاده بركوا على الباب يخبطوا انا ما خرجتش عندهم انا ما قادر نخرج دابا هذا السيد باقي صغير ومرتو بولادو بصحته كيتهدد عليك انت والراجل أيه. ما معكم حتى واحد في الدار لا ما معنا حتى واحد معنا واحد وليد مريض راه خارج كيضل ضيع حتى العشيه ويجي لا خدمه لا ردمه لا والو عندنا الوليد مريض حتى هو في عقله حتى هو ملاشي في عقله ما خدام ما قاري ما داير حتى حاجه يضل عادي حتى المغرب ويجي يخرج من الصباح ما يدخل حتى المغرب ما عارف ولا فين يمشي ولا فين يجي واخا ميمتي دابا شنو بغيتي شنو النداء ديالك ميمتي النداء ديالي انا بغيت القانون يكون معايا بغيت القانون يحميني انا ما كاينش من يحميني انا بغيت القانون يحميني بنيتي درتي به شكايه ميمتي درت به شكايه عند الشيخ ملي مشيت للقايد القايد لقيتو ما كاينش شاي لقيتو ناعس في السبيطار يا وراك عارفه الوقت وصافي ما نقولكش شغن نقولك ودابا الوالد ما كيسمعش مسكين والو لا ما كيسمع والو حتى حاجه ما عارف واش كديري ولا اش كتقولي والو والو مسكين ما عارف حتى حاجه امانه محطوطه حتى كتجيب ليه ياكل حاجه تربيه دري صغير كيدير كيتعلم دير اوبيراسيون على الورك ديالو راه 3 مليون اللي داير ديال الحديد مسكين كون ما صابنيش انا كون راه قطع نص دابا دابا انت مهمتي انت هي اللي هزه هذا الراجل انتي مقابله انا اللي مقابله هما اللي هزه بنته انا تندوي مقابله مع مقابله انا مقابله
لا انا اللي مقابله، انا اللي شاده، انا اللي كنوضو، راني مصاوبه دابا. قال لي مال؟ قلت لي راه ما بقاش عندنا ما ناكلو حتى الليل وناكلو، وتبعني صافي ما عارف حتى حاجه، مسكين ما عارف فين غادي ولا فين جاي. صومتي مصاوبه؟ مصاوبه وكنوضو يصلي، كنعطيه الماء يتوضا ويصلي الوقت بوقته، الوقت بوقته، ما نخليش نمكافحه معاه حتى لاخر نهايه. تنصور الله يصبر. كيف تمشي انتوما بعد بعضياتكم؟ انا يا راني من المسيره نمشي معاه. انا معاه تبارك الله، جابني بنت 15 سنه تبارك الله وسلامتك. من المسيره وانا وياه، العام اللي مشات فيه المسيره 75، هذاك العام خضاني تبارك الله. هو جابني في شعبان والمسيره مشات في شهر الفطور تبارك الله. 46 سنه ديال العشره. اييه ديال العشره، ما نقدرش نفرطش فيه، ما نقدرش. شفتوا الوفاء وشفتوا العرفان وشفتوا بنات الناس وشفتوا الاصل. علاقات جميله انقرضت في هذا الزمن للاسف الشديد. ولا اله الا الله، الله يطول عمرك. الله يطول عمرك، باقي على خير بنيتي. منسك امنتي. يا ويلي راني نوض في الليل تنقلب لي قطعه قطع حسن، ونقلب لي نقول لك ما يموت وما نشوفوش. طول عمره ان شاء الله. ما عمرك دار وخليك تافك. ها فين نعس انا ندير راسي حدا راسه هو هو. هنا كانت عندنا موسيقى كبيره وحيتها ودرت ليه الصغيره باش ما تبقاش الدنيا من البيت. والنعس انا هنا فينا يا مسندي انا رافطه انا راه فين الطاويه. دابا تي هي مويتو تي هي اختو تي هي كلشي كلشي واحد ما مسوين فيه كلشي نساه. عنده العائله كبيره ويني ملي طرا هذا المشكل كلشي نساه. ويني انا رافده بالحمس ثاني رافده. يعرفك مويتي؟ ايه عرفني عرفني عرفني. يقول لي شريفيه. قلت له عرف كاع على سميتي الاول. ها شريفيه عرف قايره وانت فينك؟ تعالي ليا راني بغيت نشرب. هو هذيك قالت لي لا راه ما كتشربش. قال لي علاش؟ قلت ليه ما تشربش تنصطي. قلت لك ما تشربش حتى الليل عاد نشربو. وهذيك الساعه خصو يقول لي واش كاين رمضان واش كاين ستيم. قال لي كيهضر يهضر يدوي يدوي ويتكلم ويني السم ما كاينش. الله يرضى عليك امين. الله يرضى عليك امين. الله يرضى عليك يا ربي امين. الله يعشر الخطاويك يا ربي امين يا ربي يا ربي. انا بغيت هاد المراه وهاد الدري اللي جاو يطلعوا عليا الله يرضي عليهم والله يعاونهم، وبنيتي الله يرضي عليها والله يعاونها الله يسهل عليها يا ربي امين. الله يرضي على وليداتي امين ابي امين. الله يرضي عليكم حبيبتي يا ربي امين. الله يعشر الخطوات. سعداتنا بهاد الدعاوي ابا، سعداتنا بهم سعداتنا بهم. الله يطول لك في عمرك. الله يطول لك في عمرك. الله يطول لك في عمرك. الله يرضي عليك يا ربي امين. الله يعشر خطواتك يا ربي امين. الله يشد العزيز عليك امين يا ربي. الله يشد الله يشد لك الوليدات امين يا ربي يا ربي يا ربي. وانتم المشاهدين الدعاوي راه يدعيو لكم مسكين. اش غنقول لكم؟ راه مالين فيا هي وبنيتي راه مالين فيا. هو مرضيه مرضيه حمد الله. اجي عندنا المرضيه، خذ عبد المولى التليفون وخلي الناس يشوفوا هذه المرضيه. يا سيدي ربي اجي حدايا حبيبتي. اجي اجي ها هي المرضية المهدية. الله منورة تبارك الله ما شاء الله عليك حبيبتي ما شاء الله. الله ينورك والديك هذا بطبيعة الحال. ما عنديش فيها اللوحهم. انا عندي اربعة الاولاد وزائد امي وبا، عندي ستة الوليدات. عندي اربعة الوليدات. اه بيان سور عززوني. خويا مريض ماشي شيك، وكان خويا يعني بعقله برزانته بهادي راه تبارك الله راه طولته ووقفته. علاش تقول لي هو هذا؟ ولكن ما عندوش العقل. كون عنده العقل راه غنخليهم ليه يهزهم. كاين هو مريض. انا حتى انا عندي واحد ولد الناس الله يجعل ربي يسهل عليه، يعني معاوني على والديا وعلى خوك. على والديا بالاخص. اه دابا انت عندك ما عندكش اللي يجيهم. وخوك حتى هو خويا حتى هو كذلك. يعني الا ما جيتيش ليهم راه غياكل لا هما لا هو، حيت ملي غتجيبي لوالديك غياكل حتى خوك. والله يجازيك امين. ونجازيك سيدي ربي اكيد. راه والديا راه ما كيستحقش يعني تناخذ جزاء من الله عز وجل. راه هما عطاوني قبل ما انا نعطيهم، ولو نعطيهم راه ما نقدرش نوفيهم. وبالوالدين احسانا. سعاد بنتي. اه سعاد هذه سعاد. سعاد بنتي هذه. الله يرضي عليها. الله يرضي عليها هي وصلاح الدين ولدها والوليدات كلشي. الله يرضي عليه والتوفيق مسكين. الله يسهل عليه. الله يسهل عليك. يا مسكين راه كيعقل. لا لا يا ربي يا انا بغيت ليه يستر الدنيا ويستر الاخره. يا ربي امين. صلاح الدين بغيت ليه النجاح. يا ربي امين. باش ما يخلود قرايه الله يعطيه النجاح.
فاش ما دار الله عطيه النجاح الله يرضي على وليد بنتي. حيت ولدي ما كاينش. فاطمة الزهراء. هاد العام. عبد النور. فاطمة الزهراء. بنتي انا. الله يرضي عليهم. لا فاطمة الزهراء بنتي. الله يرضي عليهم. امين امين ابا. الله يرضي عليهم والله يعطيهم النجاح. يا ربي امين. تولي هاد العام جاي في البر. تبارك الله. هاد العام فيونسي جيو وبالرغم بانه كاش معايا كاين في جديده يعني. كي انسيست عليه فين ما كنجي كيقول لي فين وصرحتي والله يفرح الوليدات والبارح كيف جا يعني من خلال الريحه ديالو كيغوت عرفوا راه هو حنا مكبرينو حنا تبارك الله واختي شوفي الله يرزق لك رزق في وليداتك ويكونوا مرضيين معاك كيف ما انت مرضيه ويعطوك هذا السيد ماله مع والديك هذا السيد اختي تعدى حدود الله ومن تعدى حدود الله قدر ما نفسه انا فين ما كنجي لدارنا في المهدي كيبان لي البني وهادي اش كنقول كنقول لوالديا انا صغار ديما كنرد لهم اللومه كنقول لهم ايفيتي المشاكل لانني انا عندي اربعه الوليدات ما غنقدرش يعني لا الله يسر انا ما نقولش لك انا ارتحت على المراره ولا شحال انسان عصبيه يعني لا تخدم مع شي اجراء راه غنخلي ولادي نشردهم ماشي على ولادي غنخلي حتى والديا انا يعني راه باللغه اللي كيما كيفهم هو كيفهم بلغه الخشب ولغه الخشب انا ما يمكنش نديرها معاه انا غير مراه كان كيما يكون الحال كنبقى مرا كنخلي ليه السلطه تاخذ المجرى ديالها وكنكرفس عليهم ديالهم كنكرفس عليهم طلعي تشوفي السطح كي داير ما نقولش لك